لان بدي ادخل على هذا السيستم نفس السيستم اللي هو الفيرست اوردر سيستم مع كين مع كلوز لوب فيدباك، راح ادخل عليه رام. رام فانكشن طبعا بتبدا التايم 0، الرام فانكشن راح تكون 0 قبل تايم 0، وراح تصير هون رام يونت سلوب هاي هي تي يو اوف تي، واللابلاس ترانسفورم تبعها 1 اس. راح نمشي بنفس الاسلوب الان، راح اخذ هلا يو اوف اس بتساوي 1 على اس سكوير، اذا سي اوف اس راح تساوي هذا الموضوع 1 على اس سكوير، راح تصير كي اس سكوير تي اس بلس 1 بلس كي. الايرور عندي ايرور اوف اس بتساوي يو اوف اس ماينس سي اوف اس بتساوي 1 على اس سكوير ماينس كي على اس سكوير تي اس بلس 1 بلس كي. ناخذ هذا عامل مشترك اللي هو اس سكوير بلس 1 بلس كي، راح نقسمها على اس سكوير تعطيني تي اس بلس 1 بلس كي ماينس كي، بتشرب مع كي راح يصير عندي هون تي اس بلس 1 على اس سكوير تي اس بلس 1 بلس كي. اذا بدي الاقي الايرور الان شو بعمل؟ الايرور ستيدي ستيت ايرور هو الليمت او اس اي او اس، بدي اضربها في اس. اذا بصير عندي steady state error بيساوي limit as s approaches 0 of s على s square وعندي هون ts plus 1 في ts plus 1 plus k. هلا هون عندي مشكلة أو مش مشكلة، عندي s و s square، راح نشطب ال s هون، ايش نفضل عندي في المقام؟ نفس s. هلا هون المشكلة لما بحط بعوض s ايش راح يصير عندي؟ شو بستنتج؟ انه ستيدي ستيت ايرور لما بدخل ستيدي ستيت ايرور لما بدخل رام فانكشن على فيرست اوردر سيستم ان كلوز لوب مع كي من هون ستيدي ستيت ايرور وين راح يروح؟ مضبوط واحد على زيرو واحد على زيرو واحد على زيرو واحد على زيرو ولذلك اذا بدنا نرسمهم بهذا الشكل وعندي لما بكون راح تزيد عندي الايرور باستمرار، ما راح يوقف يزيد.